إذن نعيش آخر دقائق بطبيعة حال متابعينا الأوفياء، ونتيجة تغيرت هنا بملعب أدرير بعدما قلص فريق حسنية أكادير النتيجة إلى هدفين، ونتيجة الآن 4-2 أمام غضب كبير كما قلت وكما أسلفت الذكر للجماهير السوسية التي أصبحت غير راضية بتاتا عن هذه النتيجة المسجلة إلى حدود اللحظة كما كنشوفوا هنا بملعب أدرار. غضب كبير للجماهير السوسية والتي خرجت من الملعب كما كنشوفوا فقط بضعة جماهير التي لا زالت تتابع هذا اللقاء في ظل بطبيعة حال هذه الوضعية التي أصبح فريق الحسنية يعيشها، والحسنية ينضحر أمام أنصاري برباعية مقابل 2، رباعية ثقيلة جدا وقاسية أمام فريق متمرس اللي هو الرجاء الرياضي البيضاوي. فهنيئا لفريق الرجاء بهذا الفوز، وكنتمناو هارد لك وحظ سعيد لفريق حسنية أكادير فيما تبقى من البطولة الوطنية. كما كنشوفوا يعني الجماهير السوسية بدأت تغادر الملعب غاضبة من هذه النتيجة المسجلة الحدود اللحظة، رباعية مقابل هدفين كما كنشوفوا بطبيعة الحال يعني جمهور فريق حسنية أكادير غير راضبة كما قلت على النهج التكتيكي للمدرب عبد الهادي السكيتي، والذي يتحمل كامل المسؤوليه ديالو بطبيعه الحال في هذا اللقاء وفي هذه الهزيمه الثقيله. ربما لا نقول يعني هدفين او هدف واحد، وانما 4-2 هي حصه ثقيله جدا وحصه غير مشرفه بتاتا لتاريخ فريق حسنية أكادير وايضا لانصاره ولكل مكونات النادي سواء إداريين وأيضا تقنيين ولاعبين، لأنه صراحة يعني لم نتعود بتاتا على فريق الحسنية أن يندحر بميدانه بهذه الحصة الثقيلة جدا اللي هي 4-2. إذن الجمهور السوسي بدأ يغادر المدرجات وبدأ يفقد الأمل في العودة في النتيجة، ونحن نعيش آخر دقائق المباراة، 5 دقائق فقط متبقية عن نهاية اللقاء بنتيجة 4-2 لفائدة الرجاء. الرجاء عرفت كيف تسيطر وعرفت كيف تخطف طبعا حال يعني بطاقة العبور إلى المربع الذهبي وتصعد إلى المربع الذهبي بطبع الحال في انتظار منافسها، ومن ستواجه، هل المنافس هو أولمبيك فريبكا أم فريق آخر بطبع الحال. فحظ سعيد للرجاء وحظ سعيد لفريق الغزل السوسية فيما تبقى من مشوار بطولة هذا الموسم. إذن اللقاء يشرف على نهايته ولم يتبقى إلا بضعة ثواني، والحكم سيعلن عن صافرة نهاية اللقاء بفوز الرجاء ب4-2 واحد كما كتشوفوا معنا من خلال هذا البث المباشر. إذن غضب كبير للجماهير السوسية، الجمهور الذي حج بأعداد محترمة لمتابعة هذا اللقاء كما كنشوفوا معنا من خلال هذا البث المباشر. أنتم كتشوفوا معنا يعني هذا البث المباشر الذي نقول لكم من خلاله أطوار هذا اللقاء، وتابعنا نحن وإياكم كل صغيرة وكبيرة. إذن الحكم ينهي اللقاء بتقدم الرجاء وبفوز الرجاء بهدفين بطبيعة الحال ب4-2 كما كنشوفوا معنا على المباشر. تحية خاصة لجميع